معاناة العراقي في إيران كانت معاناة صعبة للغاية جدا. يعني العراقي لا يستطيع أن يتزوج من إيرانية، مخالف القانون. اللاجئ السياسي لا يستطيع. الشيعي نعم، حتى ذا ملاجئ الذي حمل السلاح مع الجيش الإيراني، حتى ذا ملاجئ، حتى ذا تاجر جاي لإيران عراقي ما يقدر يتزوج من إيرانية بالقانون الإيراني، هذا من عهد الشاه اللي ما لغى بذاك الوقت. أنت أولادك يكبرون يولدون في إيران، يكبرون يريدون مدرسة عربية، ما يلقون مدرسة عربية، أنت مجبر على أن تدخلهم في مدارس إيرانية. هذا الحكي 89 88. طبعا طبعا. أما أثناء الحرب فأنت عليك واجبات المقاتل بس ما عندك حقوق الإيراني.